طيب سلطه السي فود اللي معانا النهارده لذيذه قوي ان شاء الله كمان تعجبكم وتحسوا انها سهله وبسيطه. عندنا شويه جمبري كده، عندنا حبه كابوريا صوابع، كابوتشي او ايسبرج زي ما انتوا عايزين، بنجر مسلوق طبعا، بيبي كورن او ذره عاديه لو في ذره عاديه، ليمون، رمان، وصوص السلطه اي نوع صوص. ممكن نجيب الفرنش صوص اللي هي بتبقى عباره عن ملح وفلفل وزيت وليمون وتوم، والفرنش صوص كمان دي اللي هي البيتي، الفرنش صوص كمان اللي هي بتتباع بره بتبقى باللون ده. خلاص نعمل كده، هحط هنا ايه بقى، هحط هنا زيت وليمون، حبة زيت كده حلوين مع ليمون، الكابوريا اهي هحطها بس ايه ما تكملش دقيقة صراحة ما هقوم شايلاها، زيت وليمون، ملح، فلفل اسود، حبة من الصوص ده، حبة صغيرين منه، ممكن التارتار صوص وممكن الفرنش صوص وممكن الرانش صوص، كل ده هيليق عليه. هنحطه كده ماشي، شوية هيبقوا بالصوص وشوية من غير الصوص. خلاص اللي من غير الصوص اهو، ده كده هنقطع ده كده، ده بيبقى كرانشي اكتر من التاني، ده هنحطه مع اللي بالصوص. بصوا الكابوريا خلاص جاهزه، برضو هحط دول كده والباقي من غير الصوص. انا بحبها جدا لما بتتسلق صراحه، بتدي طعم مختلف تماما. بصوا اهو كده اهو ماشي. نجيب بقى البنجر، ده برضو اللي هيتحط هنا، مع حبة رمان، هنقسم كده ايه الاطباق، نشيل بقى الزوايد ده كده. وهجيب كده ايه اربع جمبريات مسلوقين، هفرمهم برضو هنا كده. كل ده بيدي للصوص طعم حلو قوي قوي. وبما ان عندي حبه جبنه بارميجان من الباقي من الريزوتو هحطها، لو في جبنه رومي برضو هتبقى حلوه قوي. خلاص نقلب كده كويس قوي قوي، اهو كده
ممكن نحط معلقه صوص كمان بس، وهسيبها شويه كده كده اهو. خلاص في بصل اخضر صراحه هحطه بيليق قوي. هبتدي بقى اقطع البنجر شرايح كده، ده اللي هو هنحطه هناك. بصوا طبق السلطه الحلو ده اللي عملناه ميكس من الحاجات دي بس قطعناه صغير، الخس، البيبي كورن عايزه اقول لكم بيقرمش كده ولذيذ جدا، البصل الاخضر، الجمبري شويه فرمناه، الكابوريا فرمناها، البنجر، كل ده مع الصلصه الفرنسيه. وهنحط بقى الحاجات اللي هي ما فرمناهاش عليه كده من فوق الوش. ماشي، نعملها ايه كده اهو كده. عايزه اقول لكم لذيذه لذيذه لذيذه، بس نبينها بقى يعني، عايزين نبينها كده. خلاص اهو، يعني بصوا انا بينت البنجر، بينت الدوره، نحطها كده كله على جنب، الرمان، تمام. وكده طبق السلطه بتاعنا بقى جاهز، خليه كده في القصه.